هنيئا للأردن استقلاله بفضل قيادته الحكيمة طالب عدنان الأسطى من الجامعة الأمريكية في مادبا كلية الأعمال تخصص تسويق. كل عام وطني قائد الوطن بألف خير في يوم استقلال موطني. أنا الطالبة حلا الشبار جامعة أمريكية بمادبا كلية الأعمال تخصص تسويق. أدام الله نعمة الأمن والأمان على أردننا الغالي. أنا الطالب يزن صنوبر في الجامعة الأمريكية في مادبا كلية الأعمال تخصص إدارة الأعمال. كل عام وأنتم بخير. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. أنا الطالب دار العسلي بالجامعة الأمريكية بمادبا كلية الأعمال تخصص التصميم. سيبقى وطني واحد للأمن والأمان. أنا الطالب جريس شوارب من الجامعة الأمريكية في مادبا كلية الأعمال تخصص تسويق. كل عام وطني بألف خير. أنا الطالبة لين العواشي من الجامعة الأمريكية في كلية الأعمال تخصص الإتقان. ليس هناك في الدنيا شيء أغلى من الوطن. كل عام وطني الأردن بألف خير. الطالبة أمنة النعيمي الجامعة الأمريكية في مادبا تخصص إدارة أعمال. لا شيء أحب علي من حرية وطني. أنا الطالبة سيلينا أبو جضم من الجامعة الأمريكية في مادبا كلية الأعمال تخصص تسويق. سيبقى وطني واحد أمن وأمان. أنا الطالبة زين خلف في الجامعة الأمريكية في مادبا كلية أعمال تخصص تسويق. في عيد استقلالك يا موطني تعلى الهامات علو السماء. أنا الطالب سيف شحديد الجامعة الأمريكية في مادبا كلية الأعمال تخصص المحاسبة. استقلالنا رمز عزتنا. أنا الطالبة دينا خوري من الجامعة الأمريكية في مادبا كلية العمارة والفنون تخصص تصميم داخلي. في عيد استقلال الأردن نلبس تاج العز والفخر. أنا الطالب عيسى الفخوري من الجامعة الأمريكية في مادبا كلية الأعمال تخصص إدارة الموارد البشرية.